17 ده لو الكونت كافل هيجيب لي هنا هنا خلاص. اخر نيجاتيف على 17 مش نيجاتيف بوزيتيف، كونتك لو قفل بوزيتيف العادي بتاعنا واحد صح، و17 ده لو هجيب هجيب بوزيتيف برضه صح، يبقى خلاص كانه فري كونتك صح. وهبدا بتاع القيمه بتاعته 2 ده من معمول الاختبار يا عبده، معمول الاختبار ماشي. اللهم صل عليك يا نبي. هبدا احقن، هبدا احقن كام؟ 2 من 10. وريني السيتنج يا عبد الاول. اهو بدا عندي كام؟ 0.017 قفل الكونتك خلاص. اتنين من عشرة من 2400 كام؟ انت بتعيد سكن تقريبا هنا. ايوه او ماليش دعوه، هيفوت تشتغل على 2 من 10 سكن 2400 ولا ايا كان البرايمري كام يا عم. السي تي كام؟ السي تي 2000. طيب ماشي، انت عندك 2 من 10 من 2400 يبقى كام؟ السكنتري بتاعك كام؟ مش 2400 على واحد؟ 2000 على واحد. طيب خلاص السكنتري بتاعك واحد، يعني 8 من 10 من 2000 200 امبير 400 امبير. انا باجي 2 من 10 بكام؟ 2000 2400 تعمل زيرو مش 2 من 10 2400 بتاعت ايه؟ الديفرنشال يعني؟ اه يبقى كام؟ 480 480 ماشي؟ يعني ايه الديفرنشال؟ السي تي مش 2000؟ انت بتاخد من الديفرنشال؟ ايوه يا جدعان. ايوه لا اله الا الله، لا اله الا الله، تاخد 2 من 10 من سي تي مش من الديفرنشال. بنقول حاجات غريبة احنا. اي كي مينيمم يا جماعة، انا ما انا كنت بشرح في ايه امبارح. اي ديفرنشال كارنت الارم 10% من اي كي مينيمم. ده من قوي الديفرنشال نفسه. ايوه. يعني انت ما بتقولش الا لما تفتحه. انا قايل بالكلام ده امبارح، انت هتستقبله التسجيل موجود، والله دفعكم كل واحد 5 ريال. انت قلت ان هي قايمه. اه احنا بقى قعدنا طول الليل نحفظ فيه صح؟ احنا قعدنا في طول الليل نحفظ صح؟ خلاص ماشي كمل. ماشي 10% من كي اي كي مينيمم كام؟ 2400 2400 واحد من 10 480 يا عم خلاص 10% مش 10% يبقى 240 240 يبقى كام؟ 240 اسمه على 2000 بقى 240 على 2000 12 خلاص. خلاص اهي 13 خلاص. بدي اول قيمه الديفرنشال كارنت على تنزل بي ديفرنشال كارنت على مش مشكلة ماشي ودروب اوف. شوف عندك عمل لك بروتكشن بلوك اوف كده يا باشا. يبدأ أول اختبار في ليد بتنزل يا عبده على الشمال. شوف اللي ايه الليدات اللي عندك ده يا علاء. شوف اللي منور ايه اللي منورين دول ايه؟ دي 14 و17 9 و14 و17 يا رب. 9 و14 ده ايه؟ 9 دي اي اف كرنت الارم ماشي 14 دي بي بي بلوك ماشي بلوك اللي بعديه و17 دي بي زون بلوك 1 اي بلوك خلاص. طيب انت بتختبر ازاي؟ احنا قلنا بقى ديت ادي 1 اي، لان احنا حاطينها على 1 اي برضه حط على 2 اي كيف يا حدي وتنزل ده خلاص. تفتح السكينة دي وتوزع وتحط السكينة الثانية مع نفس الحكاية. شوف أي فيدر على 1 سي وبعد كده تبدله تحطه على 2 سي وتختم خلاص. عندك 1 سي و 2 سي ايه اللي انت 1 سي 2 سي. طيب زون زد 02 وزد 04 دولت من باس كابلر زي ما احنا قلنا باس سكشن وباس كابلر ماشي. طيب فور بقول لك ايه ديفرنشال كارنت بلوك كابل باس بار زون سيلكتد مش عارف ايه ديورينج تشيك ذا تريب فور باس زون فور كاس كابلر باس سكشن. اه في حاجه مهمه جدا دلوقتي في الباس كابلر والباس سكشن عشان تختبر القصه ديت
طب احنا قلنا قبل كده ان الباس سكشن الباس زون ما ينفعش يكون هو سورس كارد صح. طيب ما اجي اختبرهم ازاي؟ في سيليكتور هنا اسمه باي باس زوم باي باس ان واوت اللي هو 43 بي سي اتش اللي هناك ده ماشي قبل الاخير على اليمين ده لازم تعمله اهو عشان يشوف للكاميرا بس خلاص ان هو حاجه اسمها ايه باي باس تشيك زون. اوكي ده اول اختبار يعني بعدين كانت باصات انا نعيده من ثاني السنجل بس السنجل انا نجيب السنجل لاين ديجرام سهله ما فيهوش حاجه خلاص ماشي الآلي عاوز يسجل ادي السنجل لاين ديجرام. هنا لما نيجي نختبر يا علي انا عندي فيه 4 زون صح 1A 2A 1C 2C والجزء اللي هو بتاع 1Z و 2Z ده هو الجزء ده بتاع الباس سكشن والباس كفر خلاص؟ تمام. انا باخد مثلا فيدر هنا انا وليكن A603 A603 ده انا عندي الاخضر دي يعني مفتاح متوصل؟ دولت مفتاح متوصل السكينه متوصل معنى ان دولت ديت يبقى احنا كده واخدين على الباس زون 1A ولما حين اقرا وانا على 1A بالظبط كده اللي ادى الهيسار اللي بتاع 1A بتاعت ال 1A خلاص فتحت دي وقفلت ديت بعيد على 2A روح السكشن الثاني نفس الحكايه اختار لك واضحه كده تمام 1C و 2C هنا في الكابلر باس سكشن هاوس تختبرهم لهم لازما في سيليكتور اسمه زون تشيك زون باي باس ان واوت اللي هو قبل الاخير ده ماشي يا باشا من فوق قبل الاخير تمام خلاص تمام ده اول اختبار ماشي ابو كمال ساعتها لو عملت باي باص عليه اقدر احن عليه كارنت واقيسه تقدر تحل صح الكارنت ده اللي تقصده يعني احط التست الباج عليه واحن طيار عليه واختبره ولا هعمل ايه ثاني واحد لو انا عايز اعمل باي باص تعمل باي باص وتروح على التشيك زون او الباز زون اللي قصدي على الكابلر الباص وتحن عليه عادي وهيعمل لك بلوك وديفرنشال بلوك وكلام من ده وكانك انك زي الاختبار اللي احنا عملناه ده تمام ماشي طب الباي باص ده شغلته ايه اصلا؟ هل عشان الاختبار يعني ولا ايه؟ عشان الاختبار بس؟ الباي باص ده شغلته ايه؟ هو بتاع الباي باص شغلته قدر انت عندك مشكله وعاوز ما تخليش يشيك على الباص زون عاوز بس يشتغل اصلا على الشيك زون عاوز بس يشيك بس من خلال الباص زون ويعمل تريب مش احنا قلنا عشان يعمل تريب في شرطين باص زون وتشيك زون؟ انا عاوز اكنسل التشيك زون يعني السليكتور ده بيكنسل التشيك زون في عندك هنا هو بتاع باي باس زون باي باس ده مش عارف بالباس زون بس بالباس زون بس خلاص بدا اول حاجه هتشوف هنا اهو اللهم صل عليك يا نبي باي باس اهو تشيك زون اهو فين يا حته قبل الرابع من تحت الرابع من تحت اهو باي باس تشيك زون بس خلاص خلاص يا باشا ماشي خلاص يبقى كده انا عليت القيمه دي ما عملتش تريب ديفرنشال التايم بتاعه المينيمم بتاعه 1 ثانيه كده كان دخلت انا في ديفرنشال زون مش كده لسه كتير